يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية أطلق منتدى رؤساء المؤسسات دراسة تهدف إلى خلق بصمة توضع على المنتوج الجزائري أطلق عليها تسمية جزائرية الأصل المضمون، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لدعم المنتوج المحلي، ومن المرتقب أن يتم إنجازه بعد وضع دفتر الشروط الخاص بها خلال الأشهر القادمة، كما جفى الرصد التالي. دفتر الشروط هذا راه في إطار الإنجاز، يكون يعني يكمل على 3-4 أشهر كما قلنا من قبيل. وهذا البصمة الديستينغ المنتوج الجزائري من المنتوج الأجنبي، وتسهل على المشتري يعني شراء هذا المنتوج بكل سهولة. هذا يدخل في إطار استراتيجية دعم المنتوج الوطني، ومن خلال ما قامت به السلطات العمومية في هذا المجال، لأننا كمتعامل جزائري 100% نعتقد ونؤمن أنه بدعم المنتوج الوطني سندعم الاقتصاد الوطني، سنخلق مناصب شغل وسنخلق ثروة في الجزائر. طبيعي لموبيليس كمتعامل وطني وكشركة وطنة أن يكون سباق لرعاية ومرافقة مثل هذه المشاريع. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.